تنضم إلينا الزميلة فاطمة رسلان مراسلة القاهرة الإخبارية. مرحبا بك يا فاطمة. ماذا إذن وفي ضوء بيان الصحة اللبنانية، ماذا توفر لديك من معلومات أخرى حول هذه الحوادث المتفرقة التي أسفرت عن هذه الإصابات؟ نعم، يعني نهار أمس كان نهار مليء بالمجازر هنا في لبنان، حيث قام الاحتلال الإسرائيلي باستهداف في بعلبك، تسبب بخمس شهداء وعدد كبير من الجرحى، وأيضا في منطقة صيدا حيث استهدف الاحتلال الإسرائيلي شقة سكنية كان فيها الكثير من الأشخاص، حيث استشهد ثمانية أشخاص وهناك عدد كبير جدا جدا من الجرحى. زعم فيها الاحتلال أنه قام بعملية اغتيال، ولكن لا يوجد أسماء حتى هذه اللحظة. وأيضا هناك مجزرة إسرائيلية حصلت في منطقة برج الشمالي تسببت باستشهاد ثلاثة من المسعفين. كل هذه المجازر تمتد إلى اليوم، حيث ومنذ دقائق يعني هدد الاحتلال الإسرائيلي مدينة صور كاملة بأنه يعني هناك تهديد لها وسيتم استهدافها، وجاء أيضا اتصالات إلى اتحاد البلديات بأنه سيتم استهداف هذه المنطقة، وحدد شوارع وهي سأذكرها، يعني ربما يكون بعض قاطنيها قد لم يسمعوا بالخبر. وهذه الشوارع هي شارع الدكتور علي الخليل، شارع حرام، شارع محمد الزيات، وشارع نبيه بري. هذه الشوارع هكذا هي أسماؤها. هناك تخوف كبير لأن هذه الشوارع هي لازالت يعني تحوي قاطنيها وسكانها. الآن هناك عملية إخلاء، وهناك يعني ربما نقول أزمة سير على الطريق، لأن بعض الأشخاص يعني كانوا يكلمون أنه هل هذه التحذيرات صحيحة، لأننا لازلنا متواجدين في هذه المنازل وهذه المناطق السكنية. لذا البلديات الآن تقوم بإخلاء هذه الأماكن على الفور لأنه تم تحديدها وبشكل مباشر. إذا منطقة صور يعني لها يعني منذ يومين لها نصيب كبير جدا 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 من المجازر وأيضا الاستهدافات. هذا يعني بعيدا عن الاستهدافات، كل البلدات على المتخمة للقرى الجنوبية، إن كان استهداف مدفعي أو إن كان عبر الطيران الحربي. ولكن كل هذه يعني التهديدات، وخاصة اليوم تهديد صور، هؤلاء النازحين من الطبيعي أن ينزحوا إلى أماكن أكثر أمانا، وهي أصلا أصبحت مقتصدة جدا جدا، وكما يعرف الجميع هناك أزمة نزوح كبيرة جدا. وهذه الأزمة تفتح أبواب على أزمات أكبر، حيث جاء منذ قليل بيان أو تصريح لوزير الخارجية يحذر من امتداد هذه الحرب وضرورة وقف إطلاق النار فورا، لأن لبنان يخاف من فتنة داخلية مع توسك الاحتكاكات بين هؤلاء النازحين. هذه ربما تكون مشكلة ما بعد مشكلة، لذا بات وقف إطلاق النار ضروري، وباتوا الوزراء يحذرون. أما الآن وأنا في بيروت في عين التين تحديدا في مقر الرئاسة الثانية لرئيس مجلس النواب نبيه بري، فهنا هناك جولة من الاجتماعات ستحصل وبدأت منذ أسابيع وستمتد إلى الأيام المقبلة، وخصوصا يوم غد، حيث من المتوقع أن يصل الموفد الأمريكي أموس هوكستين بجواب أو بورقة من يعني الجانب الإسرائيلي حول وقف إطلاق النار. شكرا لك يا فاطمة رسلان مراسلة القاهرة الإخبارية من بيروت، أشكرك.